سلقت اللحم هنا، خلطت بين غنم و وعجل ديل ان لام، بطاوة وبجدر، خليت زيت نباتي. راح انزل البصل، البطاطا اوبشنال بس اني راح اضيف بطاطا، ثوم بصرة، محبة قرنفل، فلفل اسود، كاري، حمص منقع قبلها بليله ومسلوق، معجون طماطم، طماطم مقشره ومهروسه، خليني سمضيت ملح لان ضفت ملح في اللحم، راح اضيف الملح اخر شيء، نتركها هسه نطبخ زين وبعدين نضيف اللحم. اضيف اللحم، مي حار، ونتركها ينطبخ على مهل. طبعا ما ننسى الملح. هسه راح اسوي طبق التقديم. خليت خبز تنور، رز مطبوخ على مية اللحم اللي تبقت، نخليه شوي ونخلي التشريب مالتنا. هذا هو الشكل النهائي، تشريب عراقي بالطعم ولا أروع.